تعالى بروح. الطاولة دي كام؟ الطاولة دي كام؟ 700 جنيه. ثانية واحدة بس انا اوريك الطلبة. انا كل مبروك يا فين الطاولة دي 500 جنيه مرجان. فيها ايه؟ ما فيهاش العاد كيلو. تعالى تعالى. عايز كيلو، عايز ياخد بكيلو، ياخد بكيلو. الطاولة دي كام؟ عايز بارك الله. لازم نعمل مزيد عبيد بكاسه. يلا يا حاج مين اللي عايز الطاوله دي؟ مين اللي عايز الطاوله دي؟ يلا 500 طاوله دي 500. يلا يا جماعه يا مش شكلك. يلا مين الطاوله دي عاوزها؟ يلا الطاوله دي والبعديه ب 400. طاوله ب 400. اه كيلو 100. كيلو 100 والطاوله على بعديها ب 400. اي طاوله من دولك ب 400 وعلى وكيلو 100. يلا دي ب 400 جنيه. يلا مين اللي عاوز؟ يلا يا جماعه دي ب 1000 جنيه. طاولة البوري دي عاملة 1000 جنيه، طاولة المرجان دي عاملة 400 جنيه بدل 500، وأي طاولة من الطاولتين دول 700 جنيه. يلا مين عايز فرق؟ بص كده ماشي. طب انتوا عايزين ايه؟ لو حد ايوه بقول لك كده احنا كلها تاني. مش كده كيلو كام من انت؟ كيلو 105. يلا ما عادش يشتري ولا ايه؟ لا ايه هتفرج عليك؟ نص السعر. يلا صار دي. يلا بص دي. دي بقى نوعها ايه؟ كام دي؟ 300 600 600 600 دي. يلا فراخ. فراخ. فراخ يا جماعه. اللهم صل على النبي وصل الحمد. يلا مين عارف طاوله دي؟ يلا شوف يلا دي خلاص ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا 300 بقى 300 يلا 300 يلا 300 يلا على بعض. الكيلو 150. الكيلو 150. يلا شطر. يلا شطر. بصوا المزاد بادئ على الساعه 9:30 ودلوقتي الساعه 10 و3 دقايق وقرب المزاد يخلص. بصوا هنا بيوزنوا عادي، في ميزان اهو بيوزنوا فيه. يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا. هو كده بعد اذنك. ميزان ديجيتال كمان. دي كام الطاوله دي؟ 600 على بعضها. 600 على بعضها. حد ياخدها قبل الاختيار كده اسمع مني. ايه الانواع اللي موجوده فيها؟ دينيس بطاطا حمار. حط 3 ونص. 3 ونص. الطاوله دي ب 300 جنيه. ماشي والطاوله دي ب 1000 جنيه. الطاوله دي ب 400 جنيه. الجمبري ده 300 جنيه. الجمبري ده الكيلو 300 جنيه. يلا بقى جمبري بقى ليه؟ جمبري بقى شوية احنا جمبري يا سعيد. عبي يا عبي. لو مش هرمان ملوس عادي مفيش دعوة من بصوا يا جماعه عشان تعرفوا نظام حلقه السمك، المواعيد بتبتدي من الساعه 9، تكوني موجوده الساعه 9 ما تتاخريش عن كده، وهتخلص على الساعه بكتيرها بكتيرها على الساعه 10 تكون خلصانه، وده بناء طبعا على اعداد الناس المتواجدين. في طاولات تقدري تاخديها كلها على بعضها طاوله كامله. الف هنا الف هنا، اشوفك على خير يا رب. الله يخليك معايا. باي. يوميات ومؤساف. يوميات ومؤساف. ماشي يلا سلام. باي 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 باي. بس وهنكمل بقى، فتكوني موجوده على الساعه 9 هنا.
وبتبتدي بقى تدخلي المزاد. في طاولات بتاخديها على بعضها، الطاوله اقل طاوله كانت موجوده هنا عامله 300 جنيه بتبقى مشكل طبعا. ما تساليش على عدد او على الوزن، يعني الوزن انت على حسب الطاوله وعلى حسب رزقك. انما في طاولات تانية بتبقى بالكيلو، زي الجمبري الكيلو كان ب 300 جنيه، الكيلو ربع ب 100 اهو، كيلو ربع ب 100 الطاوله البولتي اللي انا هصورها اهو، كيلو ربع ب 100. يلا 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 كيلو ربع ب 100. يلا حاجة تمام. تعالوا بقى اقول لكم بقيه المعلومات خلاص، وانتوا هتوصلوا ازاي. انا برضو هسيب لكم في اخر الفيديو الطريقه ازاي توصلوا له. طب ايه الفرق بين المزاد هنا وبين هناك؟ هنا طبعا يعني لو هتشتري جمبري هيبقى هنا افضل بكتير، لان هنا الاسعار بتبقى في الجمبري كويسه. هنا الجمبري كان عامل 300 جنيه والتونه الكيلو كان عامل 150 جنيه، فانت تقدري برضو يا اما تشتري بالطاوله يا اما تشتري بالكيلو. انما في طاولات بتبقى مميزه جدا، بتبقى مليانه دنيس على شعور على مرجان على بغبغان، ما بتبقاش الاصناف دي موجوده تحت في سوق شارع اسكندريه. يعني ما شفتش البغبغان خالص عند خالد واخوات ولا مجدي واخوات ولا في شارع اسكندريه. حتى انا لفيت عند سمكمك، نيو سمكمك برده ما كانش فيه. فهنا هتلاقي انواع بحر جميله، وطبعا بتبقى طالعه من المراكب في ساعتها. ممكن في اليوم اللي حضرتك هتشرفي فيه الحلقه تلاقي انواع افضل بكتير من اللي انا صورته اهو. دي اسماك محمد غنيوه، هو الحاج اللي طالع معانا في الجلابيه، هو ده الحاج محمد غنيوه نفسه، ولا ماسك حلقه السمك. ربنا يبارك له ويبارك لصاحب المال. وتقدري تاخذي هنا مقلي ومشوي زي ما انت عايزه. بتقفي طبعا توزني هنا في الميزان لو انت واي حد من اللي واقفين هتشتركوا في طاوله. لو انت واي حد مشتركين في طاوله هتقسموا ما بينكم الطاوله بالميزان زي ما انت شايفه كده. كده خلاص هنا بقى انا كنت بوريكم الطريق ده. انا ركبت من عند فندق القصر، ركبت الميكروباص ب5 جنيه ووصلني لحد حلقه السمك. او احنا كده هنفضل ماشيين. انا برضو حبيت اقول لكم ان انتم ممكن تركبوا اي ميكروباص من على البحر ياخدكم ان شاء الله وينزلكم قدام الحلقه ب5 جنيه. احنا كده هنعدي اهو على فندق ديليمار، وهنعدي على المعرض السوري بعد كده فتح الله، وهنبتدي نخش بقى على ميدان الشراع اهو. ده ميدان الشراع، ده تقريبا فندق الصقور اللي المدام كانت قالت لي عليه في التعليقات. هنعدي بقى على ميدان الشراع اهو، وبعد كده هيمشي على طول على طول بقى من عند النادي الاهلي، وبعد كده نادي الشمس. وبعد نادي الشمس على طول بخطوتين هنلاقي نفسنا قدام حلقة السمك. هو بعد شاطئ الهنا على طول، لا هنخش يمين وانا هنخش شمال، امتداد الميكروباص على طول. بصوا اهو ده البنك الاهلي وده النادي الاهلي، وبعد كده نادي الشمس اهو الطريق اهو. انا مجريالكم الفيديو برضه عشان ما اطولش عليكم. وبعد كده هنوصل دقيقتين بالظبط من عند النادي، هنوصل على طول عند او ده نادي الشمس. هنبتدي ندخل بقى على حلقة السمك. ان شاء الله الفيديو تكونوا استمتعتوا بيه كده واستفدتوا وعرفتوا تاخدوا قراراتكم اذا كنتوا هتشتروا من الحلقة او تشتروا من عند مجدي واخواته. انا بعرض عليكم كل المتاح في مرسى مطروح، والاختيار ده بيرجع ليكي بناء على ظروفك وبناء على الرغبات بتاعتك واللي بتحبيه وتفضليه. تمام خلاص، هو احنا خلاص وصلنا. تمام ايوه هنا بقى المكان. ما تنسوش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.